كان فيه اجتماع البارح وكملنا في الليل في ساعة أخرى وكان فيه مشاورات وكان فيه تعليق على لي بروبوزيسيون كي دارهم الدول تاع الوطن. ولهذا اليوم ان شاء الله نتلاقاو ورحنا متفائلين باش يكون فيه ان شاء الله اتفاق اللي يرضي المستهلك ويرضي المنتج. ونظن باللي الجزائر قامت بدور هام مع المشاورات مع الوزراء نتاع لوبيب، وكان فيه مشاورات لنقرب وجهة النظر بين إخواننا العرب.